تعرف على كيفية تغيير إعدادات التداول وإدارة المخاطر الخاصة بك على منصة Equity Copy. سجل الدخول إلى منصة Equity Copy باستخدام بيانات حسابك التي تم إرسالها إليك مسبقاً عبر البريد الإلكتروني. مرر الشاشة لأسفل للعثور على قائمة اشتراكاتك الفعالة. انقر على الاشتراك الذي تريد تعديله. مرر الشاشة لأسفل وانقر على تحرير بجوار قسم التصفية. قم بضبط إعدادات التصفية الخاصة بك لتتمكن من نسخ تداولات هذا المزود. يمكنك اختيار اتجاه التداولات وتعيين الحد الأدنى والحد الأقصى لأحجام العقود اللوت. انقر على حفظ التغييرات لحفظ الإعدادات. انقر على تحرير بجوار قسم استراتيجية الاشتراك. اضبط حجم الصفقة بما في ذلك مقياس الحجم ومضاعف النسبة. سيتم استخدام هذه الإعدادات لحساب حجم صفقاتك. انقر على حفظ التغييرات لحفظ الإعدادات. انقر على إنشاء بجوار قسم إدارة المخاطر لإضافة أدوات إدارة المخاطر. قم بتعيين إعدادات إدارة المخاطر باستخدام أوامر الخسارة الكلية أو الربح الكلي أو الخسارة العائمة. قم بإضافة قيمة الحد لتفعيل إعدادات إدارة المخاطر على تداولاتك. اختر إجراءات الاشتراك في حالة بلوغ الحد المحدد مسبقاً. اختر إجراء التداول في حالة بلوغ الحد المحدد مسبقاً. انقر على إنشاء لحفظ الإعدادات. قم بتعديل اشتراكاتك الأخرى إذا لزم الأمر باتباع جميع الخطوات المذكورة مسبقاً. ولا تنسى إضافة أدوات إدارة المخاطر لزيادة فرص النجاح. تذكر أن الأسواق تتحرك بسرعة وأن التداول ينطوي على مخاطر.